خلينا نبلش نكتب كلاس أول إشي. خلينا نكتب أول شيء الكلاس التالي. أعمل كلاس بدي أسميه شيب، وهذا الشيب هذا جنرال كلاس، يعني مش شيب معين، لأنه أنا ناوي أورثه لك لشيب معين اللي هو السكوير. فأول إشي بدي أعرف الكلاس شيب، والكلاس شيب بدي أعمل فيه two protected members. ليش بدي أعملهم protected مش private؟ لأني أنا بدي أورثه. أعمل كلاس هون قبل ما أكمل، خليني أفرجيكم شو اللي ناوي أعمل. بدي أعمل كلاس هون أسميه سكوير. هذا سكوير بده بطريقة public يورث الكلاس شيب. لما يورث الكلاس شيب رح يورث كل ما في كل محتوياته، تمام؟ هلا اللي أنا بدي أعمله إنه الكلاس شيب بدي أعمل فيه two member variables اللي هما area، بحيث انه كل شيب له area، وبدي اعمل واحد ثاني اللي هو ال parameter، بحيث انه كل شيب في له parameter، ال area اللي هي المساحة، وال parameter اللي هو المحيط، بغض النظر عن شو هو هذا الشيب، تمام. وبدي اعمل كمان two public functions. ظبطش الاندنتيشن لوحده مشكلته هاد. Two public functions اللي هما بدي أسميهم print area، وظيفته إنه يعمل طباعة على الاريا، بدي أحكي see out يساوي area أو area small letter، والثاني بده يكون اسمه print parameter. كمان وظيفته انه يطبع البارامتر، فبدي احكي see out parameter يساوي parameter، تمام. هلا بعد هيك، بعد ما خلصته، بدي اعمل class square اللي فيه one private member اللي هو بدي اسميه side اللي هو ضلع المربع، تمام. فهو عبارة عن double side، وبدي اعرف مجموعة member variables اللي هم اول اشي بدي اعمل constructor، two constructors، parameterized constructor و default constructor. بدي احكي له square قبل ما ابلش كويس، خليني على وحده وحده. هلا انا بدي الفكره منه انه انا بدي السكوير يورث الشيب، فبالتالي لما يورث الشيب كل هاي التفاصيل الموجوده حتصير موجوده جوات السكوير. فبالتالي السكوير بالاضافه الى انه له ضلع، بدي يكون في له اريا، وبدي يكون في له بارامتر، بس ما عرفناه جوا السكوير مره ثانيه، ما عملنا ريدندنسي للكود، لا عملنا ورثنا كلاس اوريدي موجود اسمه شيب. حتى نورث الكلاس بنحط كولومز، وبعدين بنكتب نوع الوراثه، وبعدين اسم الكلاس اللي بدنا نورثه. فتلقائيا كل المحتويات الموجوده جوات شيب بدها تصير موجوده جوات سكوير، اوكي. الان السؤال، ليش خليت هاي بروتكتد مش برايفت؟ هلا لو شلتها بصير برايفت، لكن لو رجعت لكن بالوضع الحالي هي بروتكتد. ليه خليتها بروتكتد؟ علشان سكوير ما يتغلب انه يمر عليهم، عشان يصير يقدر يتعامل مع الاريا والبارامتر بسهوله، ما يضطر انه يكون بده فانكشنز set and get functions موجوده هون عشان يقدر يوصل لهم. لانه البرايفت ممبرز هون، يعني لو كان في عندي مثلا هون انتجر a سم فاريبل اسمه a، بده يورثه سكوير صحيح، بس هون جوات الفانكشنز اللي انا هلا بكتبها ما بقدر يعمل اكسس مباشر له، الـ a بتصير hidden. فبصير هون لازم اعمل فانكشن اسمه set a مثلا،
أو set A وأعطيه مثلاً some variable مثلاً X وأجي أحكي ل وبعدين يصير هذا الفانكشن اللي اسمه أو الكلاس اللي اسمه square يستخدم الفانكشن set A حتى يعطي ال A value. تمام؟ يعني هلا أنا لما بدي أجي على المين هون وأعرف object من نوع square مثلاً بدي أحكي له square S. أوكي ما بقدر أجي أحكي S dot A أو لو أنا ويز أنا ويز هون بقدرش أحكي خلينا نحكي هون لو بدي أعرف هون function بدي أسمي هذا الفانكشن مثلاً مثلاً void do something إنه هذا بالنسبة لي زيادة أنا هلا بدي أمسحه. هذا الفانكشن شو بدي يعمل؟ بدي يعمل access على A. ما بقدر يعمل access على A مباشرة. ما بقدر يحكي A يساوي 5. هو أوكي ورث الـ A وتعتبر member variable فيه ولكن ورثها بطريقة hidden زي كأنه عليها غلاف هو مش قادر يعمل له access فبيجي مضطر يصير إيش يعمل يحكي set A يعطيها الخمسة مثلاً طيب زي صار كأنه عنده variable مش قادر يعمل access مباشر عليه طيب شو الحل؟ الحل عملوا لنا حل وسط اللي هو protected البروتكتد باخذ صفات البرايفت فانا مثلا في مكان خارجي زي المين انا لا بقدر احكي اس دوت اي يساوي شيء ولا حتى بقدر احكي اس دوت سايد يساوي شيء بالنسبه لان هذول كلهم بالنسبه ل بالنسبه للمين هذول خارجيات تمام طيب كيف انا بدي اضل عامله ولا طبعا بقدر احكي ست اس دوت باراميتر ولا بحكي اس دوت اريا لانه هاي هذا المين خارجي يعتبر تمام؟ طيب شو الحل؟ أخلي هاي المين مش قادر يعمل أكسس على هاي على الأريا مثلاً على الأريا والبارامتر أخلي لأنه أنا هاي سكيورتي بالنسبة إلي المين بقدرش يلعب بهاي الفاريبلز على كيفه من خلال الجيتر والستر فانكشنز تقدري بقدر من خلال الست والجيت فانكشن بس أنا الفكرة إنه كيف بدي أخليه مش قادر يعمل أكسس عليهم ما هو الست والجيت فانكشن هي فانكشنز تعمل كنترول للموضوع يعني افرض انك مثلا هو شو الهدف ليش انا بعمل الاشي برايفت وبخلي بعمل set و get function علشان انت في المين ما تكون حر التصرف الست والجيت فانكشن انت بتقدر تكتبهم بطريقة controlled يعني افرض انه مثلا بدك تحط set لعلامة تمام والعلامة بصيرش تكون minus انت بتقدر بالست فانكشن تضبط الامور انه يمنع انه انا اعطي علامة minus لحدا انه مثلا بالست فانكشن بشيك على العلامة اذا كانت سالبة بحكي له لا انه رجعها ارجع مره ثانيه دخل مثلا او انه انا ما قبلتش هاي العلامه لكن لو كانت عندي حريه التصرف من المين ممكن اعمل اشياء اخطاء كثير عشان هيك احنا بنعمل الاشي برايفت وبنعمل له set to get function تمام هاي فكره لكن انا هاي الفكره الاولى لكن انا شو سؤالي ليش انا عملت البروتكتد اصلا ليش في عندي بروتكتد عشان لما نعمل انهيرتنس سهل الاكسسنج عليها ايوه عشان الكلاس اللي عمل انهيرتنس يضل قادر يعمل اكسس على هاي الفاريبلز بسهوله وما يحتاج set to get functions لانه فعليا هذا هاي الفاريبلز المفروض تكون تنتمي له اوكي المفروض انها تكون تنتمي له فاحنا ما بنعملها برايفت احنا بنعملها بروتكتد عشان هيك هاي هي فكره البروتكتد البروتكتد بصير برايفت بالنسبه للمين يعني ما المين ما بقدر يدخل عليه وانا فعلا هذا الشيء بدي اياه but at the same time انا بقدر ادخل على الاريا والباراميتر دايركتلي جوات السكوير اوكي فبكون انا حصلت الفائدتين سوا الكلاس اللي ورث قادر يدخل على يعمل اكسس على الفاريبلز بسهوله والكلاس والفانكشن البراني مش قادر يعمل اكسس على هاي الفاريبلز لان هاي الفاريبلز خاصه بصير شيء يقدر يعمل اكسس عليها ويعدل زي ما بده لازم كل شيء يكون كنترولد عن طريق الفانكشنز اوكي فهذا السبب انه انا عملتهم بروتكتد هذا بدي امسحه هلا لانه ما بدي اياه تفضل بس سؤال هسه في الكلاس الثاني اللي اسمه سكوير احنا حكينا انه ما بنصير نستخدم بالمين اي شيء لانه اصلا احنا اول شيء كل الممبر تبعون الكلاسز يعني احنا حاطينهم بتوين تو براكتس فهم برايفت اصلا فما بنقدر نعملهم اكسس بالمين صح طيب هسه لو انا مثلا بالكلاس الثاني ما حطيت الاخر القوس انا وخليت المين من ضمن يعني خليت المين فانكشن من ضمن كلاس سكوير بزبط اكيد لا هلا المين كفانكشن اول شيء ما بتقدر تستخدمه لاسم فانكشن ثاني والمين كفانكشن هو بوابه على البرنامج تاعي هذا لازم يكون موجود في كل
برنامج، كل برنامج يعني أصلا الكومبايلر بيبلش يعمل كومبايليشن من عند المين. أها تمام. فأنت بدك تحل المشكلة إنك تخلي المين member function جوات كلاس ما أو بدك تشوف مثلا شو بصير، ما بزبطش المين هيك لحاله لازم يكون. أنا قصدي مش المين نفسه، البروسيجر تبع المين نخليه جوا الكلاس سكوير وبعدين نعمل اكسسنج عادي. يعني انا هلا هاي مش فاهمها، ايش يعني البروسيجر اللي جوا؟ يعني اللي بدك تسويه داخل المين، اللي بدك تطبعيه داخل المين، اخليه بفانكشن جوا احد الكلاسات. ما هو هذا اللي بدي اعمله انا بمين بصير، بس بدي استدعي فانكشنز. ايوه بالضبط خلص تمام، هذا هو اللي اصلا انا اللي بدي اعمله. تمام طيب، فبالتالي هون الكلاس شيب بالنسبه لي فيه برنت اريا وبرنت باراميتر. الان عملت سكوير فيه سايد، اللي هلا بدي اكتب مجموعه بابليك فانكشن. اول شيء بدي اكتبه هو الكونستراكتور، والكونستراكتور هو عباره عن فانكشن ما له ريتيرن داتا تايب، ما له انتجر ولا فويد ولا شيء، اسمه بنفس اسم الكلاس، ضروري يكون اسمه بنفس اسم الكلاس. تمام الان اللي بدي اعمله انه بدي اعمل واحد ديفولت يعطي السايد فاليو بالنسبة إلي ديفولت زي مثلاً 5. يعمل واحد parameterized يعني يكون فيه parameter بحيث إنه اليوزر لما بيعرف الأوبجكت يعطيه value اللي بده إياها، فما يحددنيش بالخمسة. فأي مثلاً يحكي square integer s مثلاً side يساوي s بدل ما يساوي 5. يعمل two functions يحسبوا area والparameter، يحسبوا الاريا والبارامتر. فمثلا فبدي اعمل void compute area area، ومباشرة عملت access عليها لانه هي صار لانه السكوير ورثها ك protected member function member variable عفوا يساوي side by side او times side. وبنفس الطريقة بدي أعمل function ثاني اسمه compute parameter بحكي لي إنه parameter يساوي side by 4. هلا مساحة المربع هي الضلع في الضلع، ومساحة المحيط هي الضلع في 4. أوكي وأنا بقدر اكتب الفانكشن جو برات الكلاس، يعني انا بقدر اعمل هون بس اعمل هون بروتوتايب تمام، والفانكشن اعمل له امبلمنتيشن برات الكلاس بحيث انه بمسح البودي وبس بعمل للفانكشن بروتوتايب، وبرا هون بعمل امبلمنتيشن. لكن هاد لحد الان ما بكفي، لازم احكي انه هذا ينتمي للكلاس سكوير. فبكتب سكوير هون وبكتب تو كولونز، هاي بسميها سكوب ريزولوشن اوبريتر اللي او يعني بتحدد الممبرشيب. مهندسه اها تفضل. مش لازم بالكلاس سكوير عند الكونستراكتور نعمل نقطتين رأسيات ونستدعي اللي فوق زي ما كنا نعمل اوبجكت؟ هذا اذا بدك تستدعي، بس انا بدي استدعي الديفولت، فانا كاني مستدعيته. انت ما بدك اياه يعني؟ اوكي تمام خلص، يعني ما فيش عندي شيء معين بدي اعمل له ست انا، لانه الاريا والبارامتر انا ما مش عاملين لهم اصلا كونستراكتورز، انا بدي احسبهم حساب. بدك تعمليهم حساب تمام. تمام هون المشكله انه هون في سيمي كولون. تمام فهيك بكون انا عملت امبلمنتيشن للفانكشن برات الكلاس باستخدام، وحكيت انه هاد بنتمي للكلاس باستخدام التو كولونز هدول. اوكي طيب شو ضل اشي بدنا نعمله هلا بالنسبه لبرنت اريا وبرنت بارامتر؟ خلص انا اصلا ورثانيتهم من هون، فيش داعي اكتبهم مره ثانيه، يعني انا كسكوير ورثانيتهم من الشيب، فأنا فيش داعي أكتبهم مرة ثانية. فهلا بدي أعمل أعرف أوبجكت، بدي أحكي سكوير مثلاً، بدي أعرف تو أوبجكتس S1 بدي أخلي هذا السايت تبعه 5، فبدي أستدعي ديفولت كونستراكتر، وال S2 أنا بدي أحدد السايت تبعه ب8. أوكي بالطريقة هاي أنا بكون عرفت تو أوبجكتس. هلا أنا أوريدي السايت عندي موجودات، بدي أحسب الأريا وأطبعها، فبحكي له S one.compute الاريا بعدين s1.print الاريا، وبقدر اعمل نفس الشيء بالنسبه للبارامتر. هطلع c1 هو s1، نعمل run.
طب حكي لي اريا يساوي 25 لانه انا بتعامل مع اسوان اللي اخذ سايد يساوي ايش 5 لانه استدعى الديفولت كونستراكتور. انا ما حطيت له قوسين ورقم فاستدعى ديفولت كونستراكتور فاعطى السايد 5. يعني هذول لو بدنا نرسمهم نشوف شو اللي صار في الذاكره ان كان نتخيل الوضع كالتالي. انه انا جوات المين جوات سكوب المين عرفت تو اوبجكتس. الاوبجكت الاول اللي هو عباره عن اس1 الاوبجكت الثاني هو عباره عن اس2. اس1 فيه الاريا والبارامتر منين جابهم هدول ورثهم من الشيب وفيه سايد كمان يساوي كم؟ آه يا شباب صبايا شوي تفاعل لو سمحتوا تتعاجزوش يعني تفاعلوا معي. عيد سؤالك مهندسة. في 5 يعني أنا استدعيت الديفولت كونستركتر وأستو بالمقابل فيه نفس الشيء فيه الأريا فيه البارامتر فيه السايد بس السايد في أستو هو كم؟ 8 8 تمام. والإضافة لذلك هو ورثان الفانكشن الأول والثاني والثالث أو عفواً فيه الفانكشن الاثنين اللي ورثهم اللي هم print area والاثنين الموجود عندهم الcompute area والcompute parameter الprint والcompute وهذا نفس الشيء تمام. أنا استدعيت بالنسبة لأس1 compute area فقام حسب لي الاريا أنها side by side فهي 25 فبالتالي الاريا صار فيها 25 وبعديها print area بروح على الاريا هاي اللي هي هون وبطبعها هذا اللي صار. هلا لو أعمل نفس الشيء بالنسبة لأس2 راح يعمل لي يطبع لي 64 لأنه هو الأريا عنده لأنه السايد عنده في عندي هون سيمي كولون لأنه السايد عنده 8 مش 5 تمام. هلا في فانكشن كمان إضافي أنا بيهمني إنه يكون موجود especially في ال في الكلاسز اللي بيكون فيها dynamic arrays and pointers. هاي راح أعطيكم مقدمة إيه راح أعملكم revision فيها قبل ما نبلش بالarray based list اللي هو فعليا يوم الأحد أو لا مش يوم الأحد اليوم الأحد اللي وراء لأنه لا مش في الarray based list في linked list اللي فيها pointers والarray based list. راح أعملكم مقدمة عن pointers قبل المحاضرة وأشرح لكم أذكركم بالدايناميك أريز بس لحد الآن مبدئياً بس أذكركم كيف الكونستركتر بنكتب. فالكونستركتر بتكتب التلدة هاي بعدين تكتب اسم الكلاس عفواً الديستركتر وظيفته إنه إذا كان في عندي بوينترز كان في عندي دايناميك أريز يمسحهم قبل ما نطلع لأنه هدول ما بنمسحوا لحالهم وبيعملونا مشكلة اسمها دانجلينج بوينترز وبيعملوا مع الزمن مشكلة اسمها ميموري ليك. إذا ناسينها حاولوا تذكروا هاي البروبلمز. ولكن هون أنا ما عندي لا عندي pointers ولا عندي dynamic arrays ولا عندي إشي فبالتالي أنا هون بس بدي أحكي see out by مع السلامة يعني. أوكي هذا الفانكشن اللي اسمه square tilde square اللي هو مسميه destructor طبعا لاحظ ما إله return data type لا integer ولا void ولا double ولا غيره تمام. متى يستدعى؟ يستدعى لما يجي هذا الأوبجكت بده ينهدم. طب متى هذا الأوبجكت بده ينهدم؟ لما نطلع من السكوب اللي تعرف جواته. يعني إحنا هلا في المين هذا تعرف هون معناها هذا فترة حياته بتكون من مكان ما عرفته لحد ما أطلع من السكوب اللي تعرف جواته معناها هون بصير الهدم معناها هون يستدعى الديستركتر تمام؟ فهي نعمل رن خلينا نحكي باي عشان نعرف من وين احنا طلعنا نحكي باي from the square with the side with the side equals وخليه هون يطبع لي السايد عشان اعرف انا من اي سكوير طلعت من اللي ضلعوا 8 ولا من اللي ضلعوا 5 أول إشي طلعني من اللي ضلعه 8 وبعدين من 5 يعني بيمشي فيهم بالعكس تمام؟
وين هذا الحكي صار؟ وين هدول استدعاء تو ديستركتورز صار؟ صار هون، فمشى فيهم في بالعكس. طيب شوفوا يعني أول شيء يبنى آخر شيء يهدم. بالضبط. طيب إله أي استخدامات تانية مهندسة؟ يعني ممكن نحط فيها variables، نعمل فيها شغلات غير بس إنه سي أوت باي أو سي أوت إند أوف كلاس كذا يعني. أوكي، ما أنا حكيت لك إحنا هلا متى بنحتاجه مزبوط؟ لما يكون في عندنا dynamic variables ودynamic arrays. الدايناميك فاريبلز والدايناميك اريز فيه لهم خصوصية انه ما بتنهدم الاري نفسها، بنهدم البوينتر، فبالتالي الاري بتصير ايش؟ محجوزة في الذاكرة على الفاضي، لا هي متاحة لحدا يقدر يستخدمها، وعاملة كونسيوم للميموري. لما بتزيد هاي المشكلة بتصير في عنا اشي اسمه ميموري ليك، زي كأنه في تهريب بالذاكرة، زي كيف في تهريب بماسورة مي تنقط مي، نفس الشيء بنتخيله انه في عنا تهريب في الذاكره. ففعليا لما ما يكون عنا دايناميك اريز ودايناميك فاريبلز، يعني ما يكون في عنا بوينترز، احنا مش كثير بحاجه للديستركتور، لكن بصير استخدامه مهم جدا لما بنحكي عن دايناميك اريز ودايناميك فاريبلز. هذا قبل المحاضره اللي حنستخدمها فيه مباشره راح اراجع لكم اياه، تمام؟ فاحنا هلا بس مبدئيا خلينا نفهم وين الديستركتور، او نتذكره فعليا، هذا احنا شرحناه في 112، رح نتذكر وين الديستركتور يتم استدعائه بأي ترتيب. أوكي؟ طيب خلينا نعمل هذا التعديل على هذا الكود. خلينا نحكي إنه أنا بدي أخذ هذا الـ الأس 2 أعرفه هون، أو أعرف واحد جديد حتى سميه أس 3، تمام؟ وأعطيه ضلع طوله 6، هذا واحد جديد، تمام؟ وبدي اجي هون احكي انه S3 print area و S3 او compute area و S3 print area، تمام؟ ونشوف شو 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 ترتيب استدعاء الديستركتورز او ال، هذا خليه يجي هون. شو بتتوقعوا الترتيب لاستدعاء الديستركتورز يكون؟ لاحظ أنا شو اللي عملته؟ عملت بلوك أوف كود سكوب مش تابع لأي حدا، بصير في سي بلس بلس بصير. فبصير عندي هون نستد سكوبس، يعني عندي هذا السكوب داخل هذا السكوب، تمام؟ الآن بالنسبة لأس 1 من وين فترة حياته بتكون؟ بتكون من هون، من لحظة أنا ما عرفته لنهاية السكوب اللي عرفت الأس 1 جواته، اللي هو مين؟ اللي تحت لاين 54. ايه بالضبط، اللي هو المين. يعني هون اس 1 بدها تنهدم. بالنسبه لاس 3، وين سكوب اس 3؟ هو هذا. فبالتالي اس 3 فتره صلاحيتها من هون وبتنتهي هون، فبالتالي هون الاس 3 حتموت، بالتالي هون استدعى الدستركتور تبع الاس 3. بعدها عرفنا اس 2، هذا فتره صلاحيته من هون لعند هون، معناها بالنسبة لسكوب المين، بالنسبة لسكوب المين يعني بالنسبة لهذا القوس اللي هون، مين اللي راح ينهدم عنده؟ S1 و S2. S1 و S2، مين اللي حينهدم بالأول؟ S3. لا أنا قصدي بين S1 و S2. S2 راح تنهدم الأول. راح تنهدم S2، بعديها S1، معناها ترتيب الهدم حيكون S3، لأنه قصة S3 كلها بتخلص هون قبل ما نصل لهون، معناها راح ينهدم S3 بالأول، بعديها حينهدم S2، بعديها حينهدم S1. فبالتالي هيك راح يكون الشكل. أول إشي عرف S1. أول إشي انهدم S3. Yes. لأنه S3 تعرف وانهدم قبل ما نوصل لهذا القوس اللي راح ينهدم عنده S1 و S2. فالتسلسل صار كالتالي. أول إشي فتنا على المين، عرفنا الأس 1، تمام؟ أعطينا الأس 1 الفاليو، أعطينا السايد الفاليو 5 لأنه هذا ديفولت كونستركتر، بعدين حسبنا الأريا 25، بعدين طبعنا الأريا طبع لي 25، تمام؟ داخل سكوب المين، هذا السكوب المين، هذا المربع الكبير، صار في مربع داخلي. إحنا السكوب نتخيله على شكل مربع، هو خيال هذا بس، اللي هو هذا. داخل هذا السكوب، ليش أنا عندي اثنين مفتوحين؟
اوكي عرفنا اوبجكت جديد اللي هو اس 3 ما سكر صح اوكي عرفنا اوبجكت جديد اللي هو اس 3 اس 3 برضه فيه سايد اللي هو 6 وفيه اريا وفيه بارامتر بعدين حكى لي كومبيوت الاريا بتطلع 36 بعدين حكى لي برينت الاريا بطبع لي 36 هلا جينا بدنا نطلع من هذا السكوب يعني هذا السكوب بده ينهدم بلحظه الهدم مين يستدعى ديستركتر الاس 3 فديستركتر الاس 3 بده يحكي جود باي من سكوير اللي الساي تاعه 6 اللي هو هاي باي فروم ذا سكوير اللي السايد له 6 بعد ما يكون طبعا الاريا للاس 1 والاس 3 خلصنا هذا بدنا نرجع هذا نكمل الان بنعمل اس 2 بالسايد اللي يساوي 8 واللي بحسب الاريا اللي هي 64 وبطبع الاريا اللي هي 64 يا لاحظ هون طبع الاريا يساوي 64 هلا بدنا نطلع من المين بدنا نهدم المين كله باللحظة الهدم هاي راح يستدعي لي ديستركتر الاس 2 بالاول وبعديها ديستركتر الاس 1 بعكس الترتيب اللي صار في كرييشن لهم فبيجي بحكي لي الان باي فروم ذا سكوير وذ ذا سايد 8 بعدين باي فروم ذا سكوير وذ ذا سايد 5 مهندس بس سؤال تفضل إيه احنا اتفقنا انه اول شيء يبنى اخر شيء يهدم هسه عمليه البناء لها دخل بالسكوب الواحد اخر شيء تمام عمليه البناء لاي فاريبل بتكون يعني لها علاقه بالاقواس ولا لا بلا ولا مجرد تعريف يعني هنا اس 1 اخر شيء تسكر القوس تبعه تمام وهو اس 2 فاس 1 يعتبر اول شيء انبنى ولا اس 3 لانه تسكر قبله لا اس 3 بنى بعد اس 1 بس تسكر قبله يعني لانه داخل سكوب الاقواس كيف الاقواس بالديستركتر مش مهمه لا بلا بس انا بالنسبه لي لاس 1 واس 2 كل هذا البلوك اصلا مش شايلينها من ارضها اوكي بس هي موجوده لها ترتيب معين ماشي فيه تمام بس كاس 1 واس 2 هم مش سائلين عن هذا البلوك مين اللي سال عن هاي البلوك اس 3 عفوا من هون لهون طب تعديل هسه لو بعد ما خلصنا السكوب تبع اس 3 نزلنا تحت وحطينا اس 1 يعني قصدك هون يا اكزاكتلي كل هاي بعدين اس 1 التغيير اللي بصير بس انه بترتيب الجمل هاي انه هو راح يعمل هذا السكوب ويهدمه فهيك راح يصير حيعمل اس 3 يطبع الاريا ويطلع من هاي كلها ويحكي لي باي فروم اس 3 بعدين يبلش يعمل كرييشن لاس 1 واس 2 خلص يعني هي عملية الترتيب أكثر من هي عملية أقواس تمام الاثنين مع بعض أوكي هي الاثنين مع بعض تمام طب خلنا أس 3 مش أول إشي بني أس 3 يا هلا بني هو منهدم ليش أول إشي انهدم كمان هو لأنه أنت ما بنيته يعني أنت لو بانيه هيك هلا بصير آخر إشي بنهدم يعني لو أنت خليته على سكوب المين هو آخر إشي بنهدم بس انا حددته لكن انت عملت نستد سكوب جوا فهو حيفوت يعمل سكوب ويطلع منه يعني هلا انت لو تيجي هون تحكي مثلا s3.print something بيعطيك ايرور لان اس 3 مات يعني لما يكون عندنا نستد سكوب احنا دائما الديستركتور بتنفذ لل يعني السكوب الخالص خلص الجاهز اللي مسكر اوله من اخره وبعدين باي ذا وين نستد سكوب مش إشي غريب علينا لانه انت ممكن يكون في عندك هون مثلا فور لوب فور مثلاً integer i equals one مثلاً i أقل من اثنين هذا راح يتنفذ مرة واحدة مثلاً هذا nested scope ممكن يكون عندك if statement if أنا عارف إيش يعني nested scope بس موضوع destructor هذا شوي لخبطني إنه الأقواس وكذا فمشان هيك سألتك أوكي تمام طيب خلينا نطلع من موضوع السكوب شوي ونرجع لموضوعنا الأصلي هيك صرنا حكينا عن الكونستركتر والديستركتر والإنهيرتنس وكيف نكتب فانكشنز وكيف نستدعيهم طيب بدي أحكي شغلة هون إنه أنا ممكن يكون في عندي هون فانكشن اسمه print compute area يعني أجي أحكي هون
void compute area وبناء عليه كمان compute parameter. هذا الفانكشن هو نفسه الموجود هون صح؟ لكن بالنسبة للشيب، طب ما أنا مش عارفة شو هو الشيب، يعني أنا مش عارفة شو هو الشيب. طب قبل السكوير من الشيب أصلا، يعني أنا بقدر أجي هون أحكي شيب SH كثير ليش يطلب علي؟ أو إيه في إيه هون، أوكي شيب SH بصير؟ بصير، ملاحظين إنه بصير؟ طيب في منطق إني أعمل أوبجكت من النوع شيب؟ لا، ما هو في إنهيرتنس. انسى السكوير، خلي السكوير على جنب. بصير أنا أعمل، يعني شو المنطق إني أجي أعمل أوبجكت من نوع شيب؟ شو بدي يفيدني هذا بالحياة؟ شيب أنا مش عارفة شو هو، لا هو سيركل ولا هو ريكتانجل ولا هو سكوير ولا هو إشي، شو بدي أعمل فيه؟ فأنا مثلا شخصيا شايفة إنه الكلاس شيب نعمل عشان ينورث، يعني يورث سكوير، يورث كلاس ثاني اسمه ريكتانجل يعني مستطيل، يورث كلاس ثالث اسمه سيركل يعني دائرة، بس إنه هو كشيب مش حاسة إنه لازم يكون إشي يتعرف منه أوبجكتس، لأنه أوكي عرفت منه أوبجكتس، شو بدي أسوي فيه هذا؟ أحكي له print area؟ طب ما هو أصلا فيش area أطبعها، area لمين أصلا؟ دكتورة virtual function. أيوة، فأنا هذا الكلاس عشان أحكي إنه هذا الكلاس أنا عامليته علشان يكون بس ينورث، بعرف at least one virtual function، فبحكي void virtual، بحكي حتى بعمل pure virtual function وبحكي هون zero. مجرد وجود function واحد بهاي الطريقة راح يخليني مش قادر أعرف object منه، وهذا إشي منطقي. لاحظ هالجملة صارت error، أنت قاعد بتعرف object من class فيه pure virtual function، مجرد ما الكلاس صار فيه pure virtual function صار الكلاس اسمه abstract class، انعمل عشان يتورث بس ما انعملش عشان انه ينعمل منه objects، لانه هو فعليا غير مكتمل يعتبر. فالان الكلاس square ورثه اجى عمل override للfunction compute area، يعني وفعليا عمل له implementation، ورثه كبروتوتايب وعمل له implementation حقيقي بما يتناسب مع طبيعته. يعني أنا ممكن يكون في عندي كلاس ثاني طبيعته مختلفة، يعني مثلا عندي كلاس ثاني اسمه ريكتانجل مستطيل، هلا المستطيل ببطل يصير فيه سايد، بصير فيه length and width، وطبعا كل هاي الاشياء راح تتغير، فهذا هيك راح يصير اسماء ال constructor والdestructor، وهون بصير في عندنا شغلتين اللي هم length يساوي 5 مثلا فاصلة، الwidth يساوي 5 ويساوي مثلا 4 المفروض يكون اقل، بعديها هذول مثلا بدي يكون في عندي parameters لهم، ففي عندي two parameters integer ال فاصلة integer w، فاللينث بده ياخذ ال ال والويث بده ياخذ ال w، وبعدين بده يحكي لي compute area يساوي the length times the width. اوكي وال خلينا نمسح الدستركتر لانه اصلا مش راح اشتغل في شيء، تمام؟ ف وهذا بدي امسحه، بس انا بدي افرجيكم انه الان compute area برضو الريكتانجل ورثها من الشيب وعمل لها implementation بما يتناسب مع طبيعته، انه الاريا تساوي الطول في العرض، والمربع حكى area يساوي side by side او time side. فالان هاي فكرة من ال virtual function، هو function داخل الكلاس، هذا الكلاس نعمل عشان ينورث، لكن هو ككلاس بحد ذاته غير مفيد، يعني غير مفيد اني انا اعمل object من shape، لا انا بعمل class اسمه shape لانه في اشياء مشتركه بين كل الشيبس اللي هي الاريا والبارامتر، كل shape له اريا وله بارامتر،
فبعمل الأشياء هاي بدال ما أكررها كل مرة داخل السكوير ومرة داخل الريكتانجل ومرة داخل الترينجل مرة داخل السيركل، بعملهم مرة واحدة داخل كلاس اسمه شيب وبورثهم لهاي الكلاسز. فبكون كتبت هذا الكود مرة واحدة، بكون عرفت area parameter مرة واحدة، وكل مرة بورثه لحدا شكل، لأنه هو بحد ذاته مش مفيد، فبعمل فيه virtual function عشان يمنعني أعمل منه أي objects later on في المين أو في أي function ثاني. أوكي، فهي فكرة الابستراكشن والvirtual function. طيب النقطة اللي بعدها اللي بدي أحكي فيها هي فكرة الfriend function. شو هو الfriend function؟ الfriend function هو function يعتبر صديق للعيلة. أعطيكم مثال، أنا الآن جوات square function بدي أعمل friend function. كيف بعمل friend function؟ بحكي friend، أو خلينا أكتب function بالأول، function عادي زيه زي المين. بدي أجي أحكي هون مثلا void fun وأعرف فيه object من نوع square، بحكي له square s. غلط، square s. هلا إذا حاولت أنا أحكي s dot مثلا c أو s أوكي dot side يساوي 10، هل بيعطيني هل بمشي لي هاي الجملة ولا بيعطيني error عليها؟ بيعطيني error عليها. ليش؟ يا شباب صبايا ليش؟ لأنه private. لأنه private. ونفس الشيء لو حكيت لهون s dot area يساوي s dot side times s dot side، كمان رح يعطيني errors عليها. ليش؟ لأنه area والside كلهم إيش؟ يعني side private والarea إيش؟ protected. فبالتالي ممنوع على function عادي لا ينتمي لهذا الكلاس إنه يدخل عليهم، مش هيك؟ صح؟ هاي الكل متفق عليها؟ نعم. لكن لو اجيت حكيت انه هذا الفانكشن فن، اسمحوا له بشويه اكسبشنز لانه هذا صديق العيله، بتروح هاي الايرورز. فبالتالي هذا فانكشن عادي، ولكن لاني حكيت انه داخل الكلاس، حكيت داخل الكلاس انه هذا صديق سكوير، صار قادر يعمل يدخل على الـ private والـ protected members بدون مشاكل. أوكي؟ لكن هل بيجي بيقدر يحكي والله هذا الـ function صديق العيلة اللي اسمه fun؟ بما أنه صار صديق العيلة بيقدر يقول side يساوي 5 أو area يساوي side by side. بيقدر؟ يعني أو مثلاً يجي يحكي parameter يساوي side by 4. بيقدر؟ لا ما بصير، غلط. ما بصير، ليه؟ لأنه هو يعني ما بصير مباشرة يدخل على الفاريبل، لازم أول شيء يستدعيهم بعدين يعدل. شو اللي فرق بين هذا الكود والكود الأولاني؟ إنه كان في يعني اسم، كان الكود الفرق الكود الأولاني اللي كان أوكي وضعه، لأنه كان في تعريف لأوبجكت اسمه S، وبعدين أجي أحكي S dot parameter يساوي S dot side times 4. هاي سمح فيها، بس ما سمح بهاي، يعني ما خلاه يقدر يتصرف زي compute parameter، لأنه أوكي أنت صديق العيلة بس أنت مش واحد من العيلة، يعني أنت مش زي compute area. compute area واحد من السكوير، يعني member variable في السكوير. فأوكي إحنا منا الimplementation برا، بس إحنا بنحكي عن هذا ينتمي للسكوير، فقادر يدخل على private وعلى member variables بشكل عام directly لأنه هو من هاي العيلة. لكن هذا صديق العيلة صار يقدر يعرف خصوصياتها إلى حد ما، ولكن مش معناها صار فرد من أفراد هذا الكلاس. بيقدرش يعمل access على، يعني هلا لو أنا بعمل run رح يعطيني هون error بحكي لي undefined variables. شو هاي variables؟ هاي ما في الفن مش معرفها. أوكي، فعرفتوا شو هو الفرق بين member variable والfriend function؟ member variable بيقدر يعمل access مباشر على variables، friend function لا، بس بيقدر عن طريق اسم الكلاس
يعمل access على protected والmember variable، يعني زي راح عن شال عنه الحجاب عن هاي الأشياء، لكن هو still ما بقدر يدخل access يعمل access مباشر عليه لأنه هو مش جزء من الكلاس زي compute parameter مثلا. أوكي فهي هو هذا هو friend function. طيب آخر موضوع الآن، لو إجيت أنا هون حكيت عرفت two variables وحكيت S2 يساوي S1، هل هذا بيشتغل؟ هاي هاي الجملة صحيحة؟ لا دكتورة غلط. شو الغلط فيها؟ لأنك مش محددة شو بالضبط بS2 بيشبه S1. هلا هو هلا S1 و S2 هم عبارة عن squares، يعني two objects من نوع square، مش هيك؟ اليساوي تحديدا هاي ما بعترضش عليها، بسمح فيها. شو بروح بعمل؟ بروح بمر على كل على كل ال variables سواء كانت الموجودة ولا الموروثة، وبصير يعمل يعطي هون مثلا في المين بيعطي السايد قيمة السايد اللي جوات الS1 للسايد اللي جوات الS2، والاريا اللي جوات الاس1 للاريا اللي جوات الاس2، والبارامتر اللي جوات الاس1 للبارامتر اللي جوات الاس2. فبسمح فيها اليساوي، هاي هي اصلا الوحيده اللي بسمح فيها بشكل مباشر. اذا الكوبي مسموح، هاي بعتبرها كوبي، انه انت بتنسخ محتويات اس1 على اس2. اي محتويات بالضبط؟ اللي هي الممبر فاريبل، سواء كانت اصيله زي سايد يعني اصليه في الكلاس او موروثه. فالان لو اجي احكي له انا s2.computeArea و s2.printArea رح يطبع لي قيمة القيم رح يطبع لي هون للprint عفوا هاي print parameter printArea ايش رح يطبع لي؟ هل رح يطبع لي 5 في 5 ولا حيطبع لي 8 في 8 لS2؟ 5 في 5. ليه؟ لأنه الأس1 هي بتعطي قيمتها للأس2. بالضبط، لأنه الأس2 فعلياً فعلاً كانت بالأول 8، السايد كان فيها 8، لكن هون هاي الجملة شو عملت؟ نسخت السايد اللي جوات الأس1 على السايد اللي جوات الأس2، فالسايد اللي جوات الأس2 صارت 5. هي هاي أصلاً لأنها هاي لما مش موجودة هي كأنها 5، لأنه أنا عاملة ديفولت كونستراكتر هون، حكيت له سايد يساوي 5. تمام؟ فالآن نسخ الخمسة، يعني S2 صار فيها خمسة بدال الثمانية، فالآن لما بيجي يحسب compute area رح يجي يحسب على الخمسة، بالتالي رح يطبع رح يحسب خمسة في خمسة ويطبع 25 لما أحكي له print area، وهي طبعا مجموعة destructors اللي انطبعت هون. تمام؟ طيب سؤالي الثاني، هل أنا بقدر أحكي S3 يساوي S1 زائد S2؟ شو كان قصدي على أساس يعني؟ إنه اجمع السايد اللي في S1 واجمع السايد اللي في S1 والسايد اللي في S2 خزنهم في السايد اللي في S3، ونفس الشيء بالنسبة للأريا ونفس الشيء بالنسبة للبارامتر. بصير هذا الحكي؟ لا دكتورة ما بصير. ما بصير، واضح جدا إنه هي معطيني إيرور. طيب بصير أخلي يصير؟ دكتورة بصير. بصير كيف؟ function بعمل اي فانكشن اي نوع برجع من سكوير. شو اسمه؟ شو اسمها هاي الفانكشنز؟ كوبي كونستراكت. انه انا اعمل فانكشن ياخذ تو ياخذ تو اوبجكتس ويرجع مجموعهم هيك بصير. خلينا نعمل هذا الحل اللي انت بتحكي عنه. بدي اعمل فانكشن هون جوات السكوير يكون اسمه جوات سكوير. خليني اعمل جوات سكوير هون. بدي اعمل فانكشن اسمه يرجع اوبجكت من نوع سكوير اسمه sum squares
وهذا الفانكشن ياخذ 2 سكويرز اللي هم سكوير 1 اس 1 و سكوير اس 2 ويجي يعرف اوبجكت او شو يحكي. يحكي كالتالي، يحكي كأنه بما انه هو ينتمي لسكوير معين بده يحكي السايد اللي عندي يساوي الاس 1 دوت سايد زائد الاس 2 دوت سايد ونفس الشيء الاريا يساوي الاريا اللي عندي انا اللي راح استدعي هذا الفانكشن، انا اللي راح استدعي هذا انا الاوبجكت اللي راح استدعي هذا الفانكشن. الاريا اللي عندي تساوي اس 1 دوت اريا زائد اس 2 دوت اريا ونفس الشيء للبارامتر. البارامتر اللي عندي يساوي S1 dot parameter زائد S2 dot parameter. بعدين خلاص أنا حققت اللي بدي إياه. فالآن ليه ما تردون عليها هاي؟ في return دكتورة ولا لا؟ في return. تعرف هاي بنقدر نعملها void حتى. return this. أو نعمل return this صحيح. Return this. Return start this. شو بعمل return؟ شو this؟ this ألف كل object أنت بتعمله تلقائياً C++ شو بتضيف عليه؟ بتضيف عليه pointer اسمه this. بيأشر على نفس الobject. فهذا هاي الفكرة إنه بعد ما يخلص هاي الأشياء بده يرجع حاله. يعني بدي يودي حاله يعمل return data type من حاله. فهذا الأوبجكت عشان يرجع، يعني عشان الفانكشن هذا يرجع الأوبجكت نفسه، عشان الفانكشن هذا يرجع الأوبجكت نفسه لا اليساوي لا اللي عشمال اليساوي، نحكي له رجع الإشي اللي بأشر عليه this. الإشي اللي بأشر عليه this هو start this. فشو نيجي بنحكي هون؟ بدال ما نكتب هاي الجملة نحكي له كالتالي. نحكي له s3 dot sum squares ال sum squares ال s1 وال s2. ولو حبينا نحكي s4 يساوي s3 dot sum squares ال s1 وال s2 كمان بمشي، بس ال s4 كنا عارفينه اصلا، بس هذا بكفي. فشو بصير هون؟ بصير كالتالي. احنا في S1 عندنا السايد يساوي 5، في عندنا هاي S1، في عندنا S2 سايد فيها 8، وفي عندنا S3 سايد فيها 6. بعدين بيجي هون بحكي S3 dot sum squares، يعني أنا هون دكتورة بس أنا حاطين S2 equal S1، يعني هتصفي S2 فيها 5 مش 8. أوكي هاي نمسحها معنا. خلصنا. أوكي شكرا على الملاحظة، صحيح بس خلص إحنا مسحناها. هلأ إحنا وين جوات مين؟ لما حكينا S3 dot sum square إحنا جوات S3. هون بالS3 راح يتنفذ هذا الفانكشن اللي أنا هلأ كتبته. فبحكي سايد، يعني السايد اللي جواته اللي هون اللي هو هذا اللي هو 6 اللي هو سايد، مش عارف اكتب لاني بكتب بالماوس. سايد اللي كان 6 بده يبطل يصير 6، بده يصير s1 dot side زائد s2 dot side، يعني 8 زائد 5 يعني 13. ونفس الشيء بالنسبه للاريا ونفس الشيء بالنسبه للبارامتر، مع انه لسه لحد الان الفاليوز تاعتهم انون، يعني فيهم ربش فاليوز. انسوا موضوعهم، خلينا نحكي عن السايد احنا. تمام، بس هو فعليا بيكون عمل نفس الشيء للاريا وعمل نفس الشيء للبارامتر. بعدين شو حكى؟ يعني جمعهم. بعدين حكى return start this، يعني رجع هذا الفاريبل كامل على مكان الاستدعاء. فبالتالي بيكون عمل الاديشن هاي ورجع هون فاريبل كامل اللي هو الاوبجكت كامل، رجعه لهون، لكن راح يروح لانه انا مش حاطيته، مش مخزنيته في something else. تمام،
عشان هيك لو عملته void كان حيشتغل. يعني لو عملته void وما عرفت هذا سكوير كان حيشتغل. يعني هذا رح يشتغل بدون هاي القصة. على هاي الجملة رح يشتغل. لكن الجملة هاي اللي أنا كنت كاتبتها في الأول إنه start إنه square وreturn start this متى بتشتغل؟ بتشتغل على جملة زي هاي. أوكي بس نكون معرفين أسفور طبعاً. تمام؟ طيب خلينا على هاي اللي إحنا عاملينها هون. تمام هي بتشتغل وأنا فعلياً بخطر في بالي هذا الكلام إنه أي إشي أنا بدي إياه بالنهاية بقدر أعمله. لكن مش هون سؤالي كان. كان سؤالي أنا بقدر أكتب يساوي زائد زي هيك؟ يعني أنا بقدر أكتب بلس؟ أنا أوكي بقدر أعمل فانكشن بس أنا حاس هاي تاعت البلس سهلة للقراءة. يعني هيك بشكلها ريدبل أكثر أحلى. بنقدر دكتورة. نقدر. شو اسم الفانكشن اللي أنا بدي أكتب؟ Operator Overloading. أيوة بسميه Operator Overloading. رح أكتب إشي بيشبه كثير هذا اللي كتبته بالنسبة لسم سكويرز لكن اسمه Operator Overloading. أوكي طيب هذا Operator Overloading كيف بيشتغل؟ كيف بحدد إنه هذا Operator Overloading؟ أول إشي الاسم بيكون كالتالي Operator. تمام وبكتب الأوبريتر اللي بدي أعيد تعريفها. يعني هي فعلياً البلس عندي هون غير معرفة بالنسبة لأس 1 وأس 2 يعني غير معرفة بالنسبة للكلاس سكوير فبدي أعيد تعريفها. فأنا جوات الكلاس سكوير جوات الكلاس سكوير باجي بحكي هون أوبريتر بلس. أوكي والأس 1 والأس 2 هم التو variables سوري أنا بخلي واحد فيهم هلا حالياً. اللي هلا على يمين اليساوي بده يصير هيك القصه انا بدي اطلع عليها اللي على عفوا شمال البلس اللي على شمال الاوبريتر اللي عم بعيد تعريفه. تمام هو اول إشي راح اجمع له يعني هو الجزء الاول هو يعني هو اللي راح يستدعي الفانكشن والبارامتر هو اللي على اليمين. يعني فعليا انا راح اكتب اوبريتر اوفرلودنج للبلس الاس 1 هو اللي راح يستدعي الفانكشن والاس 2 هو راح يكون البارامتر. اوكي الاس 1 هو اللي راح يستدعي واس 2 هو راح يكون البارامتر. الطريقه هاي فالان راح اعرف سكوير اوبجكت اسميه temp راح احكي هون temp dot side يساوي السايد اللي عندي مين أنا؟ مين أنا؟ هاي الجملة شايفينها هاي مكافئة تماماً لأنك تحكي كالتالي S3 يساوي S1 dot operator plus S2. حتى لو كتبتها هيك بعتبرها صح لانه انت انا اوريدي بلشت اكتب في هذا الفانكشن. يعني بمعنى اخر هدول completely equivalent معناها مين اللي بيستدعي الفانكشن اوبريتر بلس اللي عم بكتب فيه هو اس 1 صح ومين مين اللي بتمرر كفاريبل كبارامتر اللي هو اس 2 بعدين الاوبجكت اللي بده يرجعه هذا الفانكشن الاوبجكت اللي بده يرجعه هذا الفانكشن بده ينعطى لاس 3 مين الأوبجكت اللي بدي رجعه هذا الفانكشن هو temp أنا هلا بدي أحكي له return temp. أوكي طيب مين اللي بدي يستدعي الأوبريتر بلس بالجملة هاي اللي هو S1 فأنا هم بحكي ال temp dot side temp dot side يساوي side اللي عندي مين أنا بالنسبة لهاي الجملة أنا S1 زائد side اللي موجود في البارامتر اللي هون أنا ممكن لخبطتكم بالأسماء خليه يسميه S هون. يعني مين اللي حيستدعي الفانكشن هو S1 مين اللي راح ينبعث كS اللي هو S2 طب S3 شو راح تاخد راح تاخد التمب.
اوكي. هلا هاي الجمله بتخيل صارت واضحه، يعني ممكن اسميه اوبريتر بلس، ممكن اسميه اي فانكشن، اي اسم ثاني، اي تسميه اخرى، لكن بما اني انا كاتبته بالطريقه هاي مستخدم كاسم اوبريتر بلس، انا بامكاني كلها استغني عنها واكتبها بالطريقه التاليه. يعني بالنسبه لسي بلس هاي تترجم على انها هاي. اوكي، فالان صرت اقدر استخدم هاي الجمله اللي كانت قبل شوي تعطيني ايرور لانه انا عملت اوبريتر اوفرلودنج للبلس. فالان هذا راح يشتغل صح. فالان لو تيجي تحكي له s3.computeArea وprintArea راح يشتغل على 5 زائد 8 اللي هي 13. أنا بدي أمسح الدستركتر لأنه صار في كثير أشياء تستدعي مش وقته. بدي تركزوا على الإشي المهم، إنه آخر شيء الأريا هي عبارة عن 13 في 13. ليش؟ لأنه الـ S3 عرفت الـ Operator Overloading Plus إنه يجمع Side مع Side اللي هي الخمسة اللي هي الخمسة والثمانية، فالـ S3 فيها Side يساوي 13 الآن. الآن Compute Area رح يضرب 13 في 13 و Print Area رح يطلب يطبع النتيجة اللي هي 169. واضحة الأوبريتر أوفرلودينج؟ لهي أنتوا أخذتوها تعلمتوها في 112 مش هيك؟ يمكن بس كان في طالب واحد مش متأكد إنه متعلمها لأنه ما أخذ 112 من زمان. لا أنا ما أخذتها دوري. أوكي، عشان هيك ممكن تكون شوي فكرتها بعدها غامضة. اللي مش فاهم يحكي لي أنا مش فاهم، خلينا نتناقش. النقاش ممكن خليك تفهم إذا أنت مش فاهم الجزئية هاي. أي حدا عنده لبس في أي موضوع يسأل الآن، وما تخجل إنك تسأل، عادي جدا. يعني أنا متفهمة إنه الموضوع لما يكون جديد على الشخص بيكون إيش اللي متفهم. اوكي لا ما راح شيء. بتفهم انه بيكون لما يكون جديد بيكون الواحد مش قادر يعني يهضمه من اول مره. ففي حدا في عنده اي سؤال على هذا الموضوع؟ ليش انا شرحت لكم اياه؟ لانه حيكون في عنا بكل شابتر في عنا اوبريتر اوفرلودنج. لازم تكون متمكن على الاقل من هاي السمبل اكزامبلز قبل ما نوصل للاشياء الثانيه، لانه هذيك فيها دايناميك اريز، فيها يعني بده يصير في عنا كذا مفهوم فوق بعضهم البعض. فمهم انك تكون فاهمهم. ونصيحة إنه اقرأها من الكتاب، يعني من هون لمحاضرة يوم الأحد بيكون يعني بيكون في معك وقت منيح إنك تراجعها وتشوف مليان توتوريالز على الإنترنت كمان. أوكي؟ حدا عنده أي أسئلة؟ دكتور راح تنزلي لنا الكتابتين؟ ككود يعني؟ آه. أوكي، مش مشكلة. بس هو بالنهاية بدك ترجع ترى تشوف الفيديو لأنه إحنا كثير مسحنا أشياء وضفنا أشياء. أنا بقدر أحب أعمل لك هذا نفسه ككود. نقدر نحطه على الكلاس. أنا عم بحمل هلا بس يخلص ويكون موجود عندك الكود. أوكي؟ تمام؟ yes. Yes. طيب هيك أنا خلصت، خلينا نوقف الريكوردينج. هذا عنده أي سؤال يا جماعة؟